يطلع يا رشوان ومحمود فوزي. وده يطلع ايه يا معلم؟ يا شعر يا مشير بس جاه بدري شويه. عسل. عايز ايه؟ قلت لهم هاتوا لي عيش من اي فرن. راحوا جابوا لي العيش من فرن في كرداس. يبقى زمانه اتحرق. كلنا نمتلك بلدنا وكلنا مسؤولين عنها، محدش يقدر يتهم حد لا بالخيانة ولا بالعمالة ولا حتى بالجهل. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. يتطلب الخروج إلى النهار إرادة تقهر الصعاب. إزاي تعمل انترفيو وبيحميك من شقاء وعناء إنك تعمل السي في؟